أولا أنا بهني كل محامين في مصر على صدار قانون المحاماة وتعديلاته القانون دوت سوف ينقل المحاماة وينقل نقابة المحامين نقلة حضارية ضخمة جدا أما ما يصار بخصوص أتعاب المحاماة أولا الرسوم القضائية بتحصل مقدما يعني النهاردة بالعكس ده ده إنجاز من إنجازات مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب سامع عاشور وأنا بشكر البرلمان على أنه أعدل هذه المادة بصفة خاصة اولا النهارده لما بتحصل اتعاب المحاماه مقدما زيها زي, زي رسوم القضائيه وبعد بعد ما ترفع الدعوه تتحصل قيمه اتعاب المحاماه ولما يصدر الحكم بيلزم بيها خاسر الدعوه يتم التنفيذ عليه ويسترد رافع الدعوه هذه الرسوم طبعا احنا كنا بنطالب مرارا وتكرارا بان اتعاب المحاماه تحصل مقدما سوف تؤدي طبعا الى رواج في خزينه نقابه المحامين ده سوف يؤثر بالاجابه على المحامين من زياده المعاش واعاده هيكله نظام العلاج في الاول وفي الاخر انا بقول للمحامين ده انجاز ديكم ما مش ما فيش حاجه اسمها عدم دستوريه لا نصوص كل التعديلات بعيده كل البعد عن عدم الدستوريه